بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل زيارة مفاجأة لمكان يعتبر من أشهر الأماكن اللي بيبيع مكان الإسبريسو اللي بيجي استيراد من بره، وبيتم عملية صيانة شاملة ليه، وتاخد مكنة إسبريسو كأنها زيرو. المكان ده اسمه ريني ستيل. ريني ستيل هو صاحبه اسمه المهندس هاني شمبالي. هو هاني شمبالي الاسم المتعارف به في المجال بتاعنا، وده يعتبر من اشهر الناس اللي بيقدموا مكن اسبريسو بالاخص الشمبالي. وهاني تميز ان هو حابب المهنه، فمثال زي هاني سمير او هاني شمبالي لازم نقدمه، لان احنا انا كواحد افتخر ان انا اعرف الشخصيه دي واتمنى له كل خير. فخلونا نطب عليه ونشوف رد فعله ايه. السلام عليكم. عليكم السلام مستر كمان، نورتني. ازيك يا باشمهندس؟ اخبارك ايه؟ اهلا كوكو. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. المهندس هاني شمبالي او المهندس هاني سمير، الاسم ده ما فيش حد كتير يعرفه، بس هو معروف بهاني شمبالي. احنا جايين النهارده نطب عليك عشان نتفرج على الشروم بتاعتك، ونوري المشاهدين والبارستات ورجال الاعمال والناس اللي عايزه تعمل كافيهات ومطاعم قد ايه مصر فيها شخصيات حابه مهنتها لدرجه ان هي ابدعت فيها وتميزت فيها زي ما سعادتك اتميزت في المجال بتاعك. فخلينا ناخد جولة سريعة كده هوت في الشوروم، وبعد كده نكمل مع الباشمهندس هاني. ايه الاخبار يا باشمهندس؟ معلش احنا جينا لك من غير ميعاد، بس كنا حابين ناخد فكره عن الموديلات الخاصه بشمبالي اللي موجوده عندك حاليا في الشروم، زائد ان احنا عايزين ننصح الراجل المستثمر او راجل اي حد عايز يفتح كافيه لما بيجي يروح يشتري مكنه اسبريسو، ايه النصايح اللي انت عايز تقولها له وهو جاي لك؟ كمكنه اسبريسو شمبالي لازم أن تكون مكنه جودتها مليون المية، ولازم أن تكون معموله من الف لليه، عشان شمبالي ما بيهزرش. شمبالي لو في مشكله 1% بتعم على المكنه كلها، ما بتدكش الاداء اللي انت عايزه. تمام. تاني حاجه، مش هنتكلم على السوق ولا نتكلم على اصحابي ولا التجار، عشان الكلام ده ملوش عايزه. احنا نتكلم في اسره، يعني شغل وجد شغل. بمعنى اللي احنا لما نيجي نشتري في مكنه او نبص على مكنه، لازم المكنه دي تبقى معموله من الف لليه.
كمجرد مش هاني ولا مجرد حد معين بس يبقى فعلا مكنه كويسه. لاني عامه في السوق المكن يعني 90% من المكن كله بيقول لك فيه وفيه 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 بس كل واحد يبص كويس بس مش اكتر. احنا عايزين برضو نعرف الناس سواء باريستا او اي حد عايز يفتح كافيه وعايز يشتري مكنه اسبريسو، هل انا لازم اكون عارف كراجل هفتح كافيه بس وانا جاي لك لازم اكون عارف يعني ايه مكنه اسبريسو؟ ده 100%. لان لو العميل جه ومش عارف يعني ايه مكنه اسبريسو، احنا عندنا بدل الموديل في الشمالي 5 6 7 8 موديلات. تمام. كل موديل ليه حاجه معينه وليه ميزاته وليه عيوبه، مش هتفضل تشرح للعميل. وتاني حاجه العميل بيبقى جاي من بره، في مكن كتير في السوق. ايه اللي يميز الشمبالي عن المكن اللي في السوق؟ لازم يبقى جاي فاهم، لان انت عشان تفهمه يبقى انت هتاخد وقت كبير قوي. فعشان نوفر الوقت والمجهود سواء عليك او على اللي هيشتري منك، لازم يكون معاه حد، لا اما يكون فني لا اما يكون باريستا فاهم يعني ايه مكان اسبريسو. كويس. جميل. طيب انت دلوقتي تعتبر من اهم او من الناس اللي موجودين في مصر بيستورد المكن الاسبريسو والخاص والاخص الشمبالي في مصر. لما بيجي لك المكن انت بتوديه لحد عشان يجدد ويظهر بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي في الشروم، ولا انت اللي بتقوم بنفسك بصيانة المكنة وتجديدها من A to Z؟ الشغل اللي على الصفحة هو اللي يقول. بمعنى من اول ما المكنة بتيجي وهي من قلب الحاوية لغاية لما بتحط على الستان او لغاية لما بتروح لعميل او اونر وبنتصور جنبيها، دي اللي بتحكم على نفسها. احنا ما بنوديش حاجة لحد. وانا جاي كنت بقول للتيم بتاعي بقول لهم يا رب اروح الاقي هاني قاعد بالزي الوطني بتاعه بتاع زمان وفكك المكنه وشغال فيها، بس ما صادفناش الحظ لانك بتجهز نفسك عشان ان شاء الله تكفر. المره الجايه هتلاقي حاجه زي كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تسمح لنا بقى ان ناخد جوله سريعه كده وتفرجنا على المكن اللي موجود في الشيرون واحدث مكنه عندك؟ احدث مكنه عندي في 39 وفي ال 100، بس ال 100 موجوده في المخزن دلوقتي، لكن اللي حاضر دلوقتي مكنه 39 من احدث موديل في 39. طيب يعني احنا في الشروم هنا هنشوف مكنه شمبالي الموديل الاخير من 39 M39، وفي الفيديو الثاني هنروح نعمل زياره سريعه للمكان الثاني الخاص بالمهندس هاني شمبالي ونشوف مكنه الام 100. اتفضلوا معانا. ودلوقتي مع الباشمهندس هاني هنعرف احدث موديلات نزلت. هو دلوقتي حاليا في الشروم موجود معانا مكنه ام 39، ودي تعتبر من احدث موديلات الام 39 اللي نزلت. وطبعا الباشمهندس هاني هيدينا نبذه سريعه عليها بحيث ان احنا بنقدم كل جديد وبنقدم اي مثال حابب مهنته وبيبدا في المهنه، فبالتالي ربنا بيقف جنب كل واحد بيمشي وحابب اي حاجه بيعملها. زي ما قلنا والمبدا اللي احنا شغالين عليه، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. معاك المايك بقى باشمهندس، وهتسمح لي بعد اثناء وانت بتشرح ان انا عايز اجرب شوت اسبريسو من المكنه. اتفضل يا مستر كمال. حبيبي. كمكنه 39 او ككي اسم 39 اساسا ام 39 اللي هو فيه اربع موديلات مش موديل واحد. اول موديل ده حاجه معينه بكارت معين. تاني موديل اللي هو بيشتغل عن طريق تو فيرجن، مكنه عاليه تو فيرجن وما فيهوش صليبه. تالت موديل اللي هو كل جروب بيسخن لوحده وكل جروب ليه تحكم لوحده. رابع موديل اللي هو ابو صليبه اللي هو اخر موديل احدث موديل في ال 39. بعد كده الام 100 الموديل ده اللي واخد من الام 100. يعني الام 39 اخر موديل اللي هو اللي قدامنا ده هو اللي اتعمل كوبي من
الام 100 100 اللي هو لا اللي ام 100 خدت منه ام 100 واخده منه ايوه مش أيوة. المي مش هو اللي هو الاول المية. هو الاول وبعد كده الام 100. طيب دي كويس، دي معلومه جديده يعني طبعا طبعا نستفيد بيها. وزي ما احنا ملاحظين برضو مكانتين في مكنه، ايوه دي تو فيرجن. نعم كده انا اشتغل الكوبايه الكبيره كده اشتغل الكوبايه العاده او الصغيره. جميل، تسمح لي اعمل شوت؟ طيب اتفضل مستر كمار اتفضل. قبل ما انت ايه تكمل مميزات المكنه، مميزات المكنه اللي هي فيها هنا صليبه اللي كل انا بتحكم في حته الفوم، حتى لو انا ما عنديش بريستا خبرته حتى لو على قدها اللي هو هنا التيربو ستيم ده هيشتغل معايا، اللي كل كم فوم انا عايزه هيعمله معايا. وهنا مانوال وهنا اوتوماتيك في نفس الدراع، هنا برضو مانوال والاربع زراير دولت انا بقدر اظبطهم على الكميات اللي انا عايزها. والميه السخنه نفس الشقه انا بظبط على الكميه اللي انا عايزها. اتفضل يا مستر كمار. وانا اذنك بس اتفضل. اخر موديل الله، ده كمان فيها ليفت في الجروب بينور وقت تشغيل الجروب بس. وبكده الفيديو ده وصلنا لنهايته، وتابعونا عشان الفيديو الجاي هنوريكو المفاجأة الكبيرة. المهندس هاني هيورينا في الفيديو اللي جاي في المكان التاني، الشروم التاني الخاص بيه. ولو عجبكم الفيديو تنسوش لايك وشير، وهتلاقوا لينك الباشمهندس هاني شيمبالي موجود في اول كومنت موجود تحت. وما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على قناتنا كماركو على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.